تاني لموضوع العيش، ومعانا دكتور ابراهيم العشماوي مساعد وزير التموين. دكتور مساء الخير. يعني ده قرار مهم وقرار جديد على الوزارة، اشرح لنا انتوا بتفكروا فيه ازاي وكيف سيتم تنفيذه. مساء الخير على حضرتك أستاذة لميس وبالسادة المشاهدين. زي ما حضرتك ذكرتي وزي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين بقوا أشطر منا، إن الدولة بتتدخل عندما يكون هناك احتياج لضبط الأسواق. تلاحظ لنا خلال الفترة الماضية إن في زيادات سعرية في الخبز الأفرنجي، وبالتالي من المتابعات التي تمت على الأسواق كان هناك تنسيقات مع الاتحاد العام للغرف التجاريه وشعبه المخابز وخلافه، على اساس ان يكون هناك توجه من الدوله لطرح الخبز التمويني لغير المستفيدين من الدعم، عشان ما يبقاش في اي نوع من التمييز. وحضرتك بتحبي الخبز البلدي جدا، لان طعمه افضل طبعا، والقيمه الغذائيه صحيح بتاعته احسن. صحيح. التكلفة الحقيقية للخبز بعد تحرير سعر الصرف، أصبح عندنا سعر صرف مرن، أصبح يعني 90 قرش. فبالتالي التكلفة بتاعت الرغيف للمواطنين اللي هم غير المستفيدين من منظومة الدعم هتبقى كوست بلس أو بسعر التكلفة، فبالتالي هيكون الرغيف في حدود ما يتعدى 90 قرش. هتلاقي حضرتك إن المخابز الافرنجي بتبيع الخبز بجنيه ونص وباتنين جنيه، صح، وفي بعض الاماكن تعدى هذا السعر. وزي ما حضرتك عارفه احنا وفرنا الاقماح والدقيق عبر المنصه الخاصه بالبورصه المصريه للسلع عشان نقدر ان احنا نضبط الاسواق. فهنلاقي السلع التموينيه دخلت على البورصه كبائع، وهناك المطاحن من القطاع الخاص بدأت تشتري هذه الأقماح، والغرض من هذا الطرح هو أن يكون دور الدولة كماركت ميكر أو صانع سوق في ضبط أي اختلالات في الأسعار أو في الأحجام. فأنا الحقيقة بطمن السادة المشاهدين أن هيكون هناك تجربة تبدأ يوم الأربعاء من خلال زي ديبت كارد أو كارت قابل للشحن بأي مبالغ فلتكن 50 جنيه 100 جنيه، ومن حق المواطن خارج منظومة الدعم ان هو يشتري احتياجاته من الخبز البلدي. وزي ما حضرتك عارفة ان هذا الخبز عليه طلب كبير، وبالتالي احنا بنتوقع ان يكون هناك، يعني خلي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا، ان احنا بنغطي 72 مليون مواطن اللي هم تحت مظلة منظومة الدعم، وعدد الأرغفة اللي بيتم بيعها على المخابز التموينية ما يقرب من 275 مليون رغيف يومي. المخابز الأفرنجي بتبيع من حوالي 25 ل 30 مليون على أقصى تقدير. فإحنا بنقول إن إجمالي الاستهلاك من الخبز سواء من خلال منظومة الدعم أو خارج منظومة الدعم ما يقرب من 300 مليون رغيف يوم، ولكن زي ما ذكرت ان 70 ل 75% منها للخبز التمويني للمستفيدين من منظومه الدعم. فالحقيقه دي اضافه مهمه جدا، دي اضافه مهمه جدا على فكره، يعني ثوريه انا شايفاها. بس خليني اسالك سؤال يا دكتور لو سمحت. يبقى اذا السعر الجديد للرغيف اللي هو مش عايز اسميه الحر بقى، ولكن اللي هو سعر التموين الحر او سعر رغيف التموين الحر، متوقعين هيبقى كام؟ اللي هو 90 بلس، هيبقى 90 بلس. يعني لان الكلفة بتاعت الرغيف يا استاذة لميس كانت قبل تحرير سعر الصرف كانت 80 قرش، بعد تحرير سعر الصرف بقت 90. يعني النهارده اسعار الاقماح في البورصات العالمية وصلت 400 دولار بلس، بعد ما كانت 238 دولار بقت 400 دولار فيما فوق، وبالتالي اصبح تكلفة الرغيف على الدولة 90 قرش. فبالتالي لما الدولة تبيع هذا الرغيف التمويني لخارج منظومة الدعم، فهيكون استحالة ان احنا نبيعه بتكلفة تقل عن الكلفة. انا قلت كده برضو، قلت مش معقولة الدولة هتدعم تاني، لانه احنا عايزين نقلل الدعم مش نزوده. كلام لا، احنا مش بنقلل الدعم، انما بنوجه الدعم الى مستحقين. يعني لو الدولة تقدر تدعم كل الناس لكانت دعمت كل الناس، ولكن
احنا دايما بندعم الشرائح الاولى بالرعايه اللي هي طبقا لمحددات العداله الاجتماعيه، فمش ممكن ان احنا نبيع الرغيف بسعر يقل عن سعر التكلفه. طب سؤال بقى، يعني انت هنا برضو، ما هو احنا لما بنقول الدعم يذهب لمستحقي، احنا هنا طبعا في شريحة واسعة بره بطاقة التموين، لكن ايضا انت بتفتحها لحد ممكن يحب ان هو يشتري معرفش كام، للمحلات، لأي حد يشتري بتكلف، يعني يشتري اي عدد وهو مش محتاج، بس هو طبعا كده بيشتريه بسعره مظبوط يعني. وهتبقى بالظبط. وبعد كده انا عايز اقول لحضرتك يعني احنا زي ما ذكرت العدد 72 مليون، فالحقيقه العدد اللي هو خارج منظومه الدعم 30 مليون، وحتى الاستهلاك بتاعهم يعني بتحدث عن 30 مليون رغيف فيرسس مقابل 275 مليون رغيف في المنظومه التموينيه، فهو اللي هيشتري هيكون حريص على الاستهلاك الامثل للرغيف، وبالتالي المستهلك هيستفيد ان هو هيتحصل عن على خبز الحقيقه ذو قيمه غذائيه وذو طعم. وزي ما حضرتك بتقولي كان كثير من الناس بتتساءل لماذا لا يباع الخبز التمويني حر بالنسبه للشرائح خارج منظومه الدعم.